جايين ببعضياتنا. بمعنى ملي كنجيو من 2015 ل 2020 راه 15 سنة. حتى الإحصاء الذي اعتمد عليه ما يسمى بالإدارة الفاسدة الفاسدة المتواطئة على الشعب، وأقولها دائما وأعرف ماذا أقول، أن الشعب المغربي لا زال لم يستقل من فمات عليه الكلمة معنى، لا زال لم يتحرر من فمات عليه الكلمة معنى. أين نحن من السكن؟ باش تكون عندك الصفة كإنسان بعدا، المدرسة الأولى ديال الأم ديال الأب. أين نحن من التربية والتعليم التي أصبحت اليوم التربية والفساد والسيبة؟ أين نحن من التطبيب وما يدواول هي هو وانتوما سيروا موتوا في الشوارع تما وشارع وما يسمى بلالة مريم راه؟ أين نحن من التشغيل والعدالة اللي الإخوان كيمثلوها راه جزء منها؟ أين نحن من العدالة؟ فلا أساس عقد المدينة بدا ب 2005، أول واحد وصل به عبد الربيع راه عطاه لهذا الأخ مصطفى الشوخي، أول جمعية دارت تما. التعددية من أجل ماشي من أجل نتوحدوا، التعددية من أجل نشتتوا، المغزل اللي عافينا في ديورنا كيشتتنا ما كيفرقناش. وهو الزعف أراضي العريش كنتجنى البارح بحال العاد.